بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، إذا في هذا الفيديو غادي نحاول ندير التصحيح للتمرين جزء 75. عندنا إف دالة خطية من حيث إف لإكس تساوي 4 إكس، إذا دالة خطية لكل دالة كتمر من أصل المعلم. إذا اخترنا واحد من الترميبيان ديالها فهو كيمر من أصل المعلم. إذا في هذه الحالة فهذا دالة خطية. هنا غادي نحسبو صورة العدد 5 من الدالة إف، صورة العدد 0، صورة العدد 100، صورة العدد ناقص 5 على 1. إذا لدينا صورة العدد 5 بالدالة إف. إذا هنا غادي نعوض العدد إكس بالعدد 5، لأن عندنا 4 إكس هي 4 ضرب إكس، إذا غتساوي 4 ضرب. إذا الصورة ديال العدد إكس هو إكس، إذا 5 غنعوض بها إكس ضرب 5. 4 في 5 هي 20. إذا صورة العدد 5 بالدالة الخطية إف هو 20. نشوفو صورة العدد 0، إذا نفس الشيء العدد 0. إذا إكس في الحالة فهو كيمثل لي 0، إذا 4 ضرب 0، إذا 4 ضرب 0 فهي 0. ثم نشوفو صورة العدد 100، 0 ضرب 100 تساوي 4 ضرب. إذا صورة العدد 100 بالدالة إف هي 4 ضرب 100 تساوي 400، كنحسبو عادي. توقفنا الصورة ديال العدد ناقص 5 على 2 تساوي، إذا صورة العدد ناقص 5 على 2 نفس الشيء 4 ضرب ناقص 5، نعوضو إكس ناقص 5 على 2. 4 في ناقص 5 هي ناقص 20 على 2 تساوي ناقص 20 على 2 ناقص 10، نختار دوب بجوج عطتنا ناقص 10. السؤال الثاني هي لنحدد العدد الذي صورته بالدالة F هو ناقص 36. نقدر لنحدد العدد الذي صورته بالدالة F هو ناقص 36، يعني أن شنو هو العدد اللي غيكون بلاس إكس ويأتينا 36 في الصورة ديالو. يعني مثلا شنو هو العدد F لإكس، يعني نقلبو على إكس، يعطينا ناقص 36. إلا خدينا إف لإكس شنا هي؟ هي 4 ضرب إكس، إذا غنقلبو على إكس تساوي ناقص 36. هذه معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد، اللي مجهول هو إكس. باش نحصلو على إكس غادي نقسمو 4 إكس غنقسمو على 4، وحتى ناقص 36 غنقسمو على 4، نختارلو 4 دينا إكس. ناقص 36 مقسوم على 4 هي ناقص 9، ومنه العدد الذي صورته بالدالة إف هو ناقص 36 هو العدد ناقص 9. إذا خدينا هنا عوضنا 4 ضرب ناقص 9 عطينا ناقص 36، إذا هذا هو المطلوب منا. السؤال 3، حدد العدد الذي صورته بالدالة الخطية إف هو 10 وعشرون، عفوا 20. إذا شنو هو العدد التي صورته بالدالة F هو 20؟ إذا نفس الشيء يعني محبتو لها أو لا، يعني أن شنو هو العدد للصورة ديالو F ما كنعرفوش، هذا مجهول، كيساوي 20. F ل X شنو هي؟ هي 4 X تساوي 20. باش نتخلصو من 4 نقسمو على 4 X، نقسمو على 4، إذا حتى الطرف التاني نقسمو على 4، غتبقى عندنا هي X. باش نقسمو على 4 هي 5، وهذا هي اللي كنا في الأول قال لي هي هادي، إذا يمكن نستنتجوها مباشرة. إذا العدد الذي صورته دالة F هو 20 هو العدد 5. وبهذا نكون سالينا التصحيح ديال التمرين جوج صفحة 76 من تخصص بالدالة الخطية. السلام عليكم ورحمة الله.